صراحة السلام عليكم. تتوالى الفواجع صراحة. المود نقدم تحوم سي مستر زعما خلص واحد الجرح عميق جدا في سكينة الحي، بحيث انه كان يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. صراحة شهدوا بها ان كان نحتاجوه في بزاف الامور، كان الاشتغالات ديالو مع الحي مع السكينة، في نفس الوقت كنقدموا احر التعازي ديالنا باسم سكان الحي في هذا المصاب الجلال الذي لا مرد لقضاء الله فيه، وانا لله وانا اليه راجعون، والله يصبر العائلة والاهل ديالو. كان مقدم مزيان، كان رجل طيب، كان كيتعامل معنا داخل الحي مزيان. صراحة يعني الموت ديالو جاتنا فجأة وجات مباغتة وما كناش متوقعينها، ولكن الحمد لله لله ما اعطى ولله ما اخذ، وسخن يعني الغاز هو اللي دار هذا المشكل الكبير ديال المقدم وديال ولادو. وكنتمناو يعني الانسان يرد البال من هذه القضيه ديال الغاز والقضيه ديال السخان، بنادم يدير الاحتياطات الواجبه داخل الدار، يرد البال بنادم من يجي يدير لانستالاسيون ديال الدار ولا شي حاجه ديال السخان، يرد البال بزاف يعني يخلي التفويه من يخرج الكربون. وكنتمناو السلامه للجميع، وصراحه بقى فينا والله انا من هاد الفجاه يعني الصراحه باقي مصدوم، باقي ما متيقش القضيه باللي راه المقدم ديال الحومه راه توفى. زعما الله يرحمه ويسكن ويوسع عليه. وكان مره اخرى كنصح السكينه والمغاربه كاملين انهم يردوا البال من هاد القضيه ديال السخان. السخان راه مشكل كبير، يلا قتل جد الناس البارح في تطوان سمعنا يعني، وهاد السيمانه اللي دازت عاوتاني في الرباط وفاس، يعني بزاف المناطق ديال المغرب. ويعني الانسان يحاول ما امكن يرى البلد شويه من هذه القضيه ديال السخان. الله يجازيكم بخير، وكنشكروا موقع طنجاوي على هذه التعزيه، وكنعزيو مسكين الاهل ديالو والاصدقاء ديالو والاحباب ديالو والقايد ديال ملحقه سعود حتى هو مسكين كنعزيوه. النصيحة اللي يمكن لي نوجهها للساكنة كاملين هي أن السلامة 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 دائما ومراقبة. وكنصح عاوتاني الوحدات الإنتاجية هذا المنبر أنها تحافظ على الجودة جودة والسلامة والأمان، يعني باش ما نطيحوش في نفس الفواجع ونفس المشاكل لا قدر الله. كنتمنوا ان الامور يعني تكون تحت سيطره، لا من ناحيه المستهلك ولا من ناحيه المنتج. وتعازينا الحره مره اخرى في هذا فقدان هذه العائله، اربعه الاشخاص يعني فاجعه كبرى، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.